السلام عليكم البنات، اسمحوا لي كان فيلمي في لا سال دو بان على ود الصالون عندي. الدواوات اللي كيكونوا في الصالون عندي كيف فلاشيو ليا بزاف على النضاره ديال العينيه. الوغ جيت نفيلمي ليكم هاد لا فيديو في لا سال دو بان. هاد لا فيديو البنات ما غادي تكون عندها لا معلقة مع مكياج، لا معلقة مع روايح، لا معلقة مع التجميل، مي غادي تبقى ديما في الصحة ولا في الهيئة يعني التجميل. اليوم انا اختاريت لكم واحد الموضوع اللي كيهم بزاف بزاف ديال الناس، وهو موضوع النعاس، يعني لو سوماي. كيفاش كنضلو خدامين وكنضلو واقفين وعيانين، وملي كندخلوا للفراش كنبغيو نعسو امبوسيبل، ولا كتنعسي ومن بعد ساعه ولا ساعه ونص كتفيقي. بزاف ديال الناس اللي فيكم تعودوا، كنتكلم على الناس اللي كياخذوا لي سومنيفير، بزاف ديال الناس اللي تعودوا ياخذوا لي سومنيفير مثلا ستينوكس، كتمشي لعند الطبيب كيعطيك لوردونونس وكيكتب لك ستينوكس. ملي كتمشي تاخدي يعني لوردونونس، تيعطوك الباكيه غي اون فوا في لوردونونس، الا بغيتيها لا دوزيام فوا خصك تخلصيها. الوغ انا اليوم لقيت واحد الحل عندنا في لافارماسي، وانا دزت من هاد التجربه وقلت مادام هي كتعطي نفس النعاس اللي حنا محتاجينه كيعطيه ستينوكس، وهاد لي كومبريمي اللي جبت لكم اليوم تيعطيو نفس النعاس اللي كيعطينا ستينوكس، علاش الا كنتو قادين تخلصوا جوج ولا 3 اورو دو بلوس دو توت فاسون نتوما الباكيه الثانيه ولا الثالثه كتخلصوها من جيبكم. انا اليوم دزت لكم الواحد لي كومبريمي، ما عندكم علاش تمشيو لعند الطبيب باش تجيبوا لوردونونس و رومبورسي كاين فوا. جبت لكم اللي انا جربته ودست منه. البنات جامي نعطيكم شي حاجه اللي قال لي شي حد عليها. ديجا ملي كيقول لي شي حد على شي حاجه كنجربها عاد باش كنتيقن منها عاد باش نعطيها للناس. هذا سي ان كومبريمي البنات ديال النعاس، هانتوما كتشوفوا فيه في لا فارماسي سون اوردونونس، هانتوما كتشوفوا هنايا الهلال يعني وقت النعاس سون اوردونونس. هذا ديري في الماء، ديري في الماء وتشربيه. يعني كيقول لك الفرق ما بين هذا كومبريمي وهذا ديري في الماء، تيقولوا بالماء هذا ملي كديري في الماء يغياجي بلو فيت على لي كومبريمي. انا خديت لي كومبريمي، انا كناخذ لي كومبريمي. الوغ اون فوا البنات تقاد ليا ستينوكس ديالي اللي كناخذو، والدات ديالي تعودات ليا على ستينوكس. سيكي ستينوكس ما بقاش كيقدي، وليت كنفيق جوج ثلاثه المرات في النهار، وانا لا غدلي غادي نمشي نخدم. دزت لهذا قلت علاش سون اوردونونس اون بلوس، انا ما محتاجاش لوردونونس في لا فارماسي فين كنخدم. ملي كتكوني خدامه في شي بلاصه يعني ما محتاجاش تاخدي الاذن من الطبيب ولا من هذا. انا خديته والبنات تيقوا بيا، قوليو باش ناخذ ان كومبريمي خديت جوج ونعست، وعمل ليا نفس النعاس ونفس الراحه اللي كيعطيها ليا ستينوكس. يعني انا جوسكا ميتنو هادي سافا فيغ واحد 4 موا تخليت نهائيا على ستينوكس، ولكن ماشي تخليت عليه هكذاك، يعني بديت كنقص بشويه بشويه. ومن بعد دزت لهذا البنات تينعس، ماشي زعما تينعس. اوليو تاخدي ان كومبريمي خدي جوج. هذا من عندي 100%، وكيف قلت لك بلا ما تمشي تجيبي لوردونونس. الثاني اللي كنت مسافره وعندي له ستريس ديال السفر وعندي له ستريس ديال لافيون، كنت مسافره وخديت ان كومبريمي من هذا
وحتى جاو فيقوني قالوا لي احنا وصلنا يعني وجدي راسك. قلت سي با بوسيبل، واش وصلنا؟ قالوا لي وي وصلنا. طحت كاو بهذا، وانا عندي لو ستريس ديال النعاس. كنقرب لكم البنات باش تشوفوا السميه، وملي تمشيو لا فارماسي تعرفوا علاش كتدويو. الوغ درنا ثلاثه. المنتوج الثاني البنات، نونو درنا ثلاثه. المنتوج الرابع البنات، هذا تكلمت لي عليه واحد الكليانه، قالت لي لقيتها شويه حزينه وما كتنعش، والموت علينا حق. وقلت لها مالكي؟ قالت لي فوالا ما كننعش وهذه وهذه. الوغ نصحتها بهذا، يعني كيحيد عليك لو ستريس، كيحيد عليك كيطلقك واحد شويه. وجات وقالت لي صافي بريسك دو سيمين باش راجلها توفى ليها، قالت لي كيعاونني في الليل في النعاس كنعس به. هذا سي اون كليونت اللي جاوبتني عليه، قالت لي كنعس به في الليل. فوالا نرجعوا لواحد الموضوع بسيط غادي نرجع ليه البنات، وهو بوستيت لكم واحد لا فيديو اجوردي على كومون بو سماكي اون 5 مينوت. كيف قلت لكم انا جو سوي با اون بروفيسيونيل، ولكن وريتكم كيف كنعملوا الفون دو تان. هذاك الفون دو تان البنات اللي قلت لكم كوفرونس توتال، هذاك كيتصب في لي فارماسي ولي بارا فارماسي. يعني انا خديته بوندون لا بيريود دو سولد في نوتر فارماسي، كانوا عاملين عليه موان 25%، و جي با في اتونسيون خديته. وملي جيت للدار وانا نقول وزوينه هادي، انا عندي موان 25% في لا فارماسي ديالي، علاش مشيت خديته تما؟ هي خديته في ديك لا فارماسي بموان 25%. البنات الله يخليكم، قاسموا لي فيديو مع بعضياتكم. والهدف ديالي ملي كنجيب لي سومنيفير، ولا كنجيب وصفه، ولا كنجيب شي حاجه اللي هي يعني كتعني وكتهم المرأة والصحة والنعاس ولا أي حاجة كنجيبها لكم. أما لا بغيت نجيب لكم زعما شي حاجة اللي أنا ما مجرباهاش، لا فارماسي عندنا ما نقولش لكم شنو عندنا، ولكن لا كنجيب اللي أنا مجرباهم. ما نكون نهار نهز ونجيب ونقدم لكم، نو الهدف ديالي ماشي هو هذاك. الهدف ديالي وهو نعطي واحد الحاجة اللي هي فيها نتيجة وغادي توصلوها للناس وحدين اخرين يشوفوها ويقولوا لي الا استفدوا منها 10 ولا 20 ولا 30 ولا 40. وقالوا لي الله يرحم بها الوالدين، هذاك الشيء اللي بغيت انا يا خدامه. وملي كيطيحوا في يدنا شي حوايج هكذا كنجيو نقاسموهم معاكم. وكان نشكركم على التعليقات ديالكم، وكنشكركم على التشجيعات ديالكم. البارح كان عندي عيد الميلاد ديال بنتي دات 13 عام، وحتى سالينا عيد الميلاد وقلت ليها خصني نمشي نعمل فيديو للناس، وهي لا فيديو اللي حطيت لكم ديال الكحبه. يعني ملي نعطيكم شي وصفه البنات الا ما داومتوهاش وتبعتوها راه بيان سور ما داش تقدي. ولا نعطيكم من ناحيه باغ اكزومبل اجوردي درت لكم ان فيديو ديال ماكياج اون 5 مينوت، نتوما غادي تشوفوا 17 مينوت. 17 مينوت البنات على ود قلت لكم لي برودوي، قلت لكم هاد الماركه منين، قلت لكم كيفاش تستعملوها. اما الا كنت بوحدي مع الميغوار ما غندوي مع حتى شي واحد، اون 5 مينوت هاني ماكييت. وصفات من حليمه اليوم كانت على النعاس، وكنقول لكم بما سمحوا لي فيلميت في لاصال دو بان على قبل الصالون كيف فسرت لكم. وان شاء الله ديك يطيح في يديا شي حاجه تكون كتنفع وجديده وجربتها وتيقنت منها عاده باش نسجلها ونعطيها لكم. والنداء ديالي اللي غادي نقوله ونعاودو وهو ما تبخلوش على تبارطاجيو الوصفات ولا اللي كنعطيكم تبارطاجيوهم مع بعضياتكم، تقاسموهم
مع بعضياتكم باش شي اوصل لشي. انا هذا هو الهدف ديالي، وهو انا نجيب وانتم تستافدوا. كنقول لكم تصبحوا على خير على ود كيف العاده 12 الليل هذه وانا مازال واقفه. كنقول لكم تصبحوا على خير وعلى بروشيان فيديو ان شاء الله من وصفات حليمه. السلام عليكم.